مش هتمشوا، مش هتمشوا. وفرصة ان انا في يوم العيد ده ان احنا اولا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ونشكركم. وانا عايز اقول لكم على حاجة، اللي انتم عملتوه كان جزء كبير منه هو لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش. أنا عايز أقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني. إحنا قلنا إن التاريخ ما نسيبوش لحد. والله 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 احنا كنا حريصين على ان احنا لا يسقط ولا يحصل تصادم. واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس، والله دي الحقيقه، الحقيقه. انا بقوله هنا لكل ولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين، اوعوا تفتكروا ان ولادكم، ابهاتكم، ازواجكم سقطوا في معركة طغيان. لا، احنا ما طغيناش، احنا لم نعتدي، احنا حاولنا. وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه، نقلتوه للناس كلها عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا وحد يقول لهم، لما هم يقولوا احنا أبناء الشهداء، احنا أبناء الأبطال اللي حافظوا على البلد دي، فمحدش يقول يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللي هم عملوه. أنا عايز أقول لكم تاني، شفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار. انتوا ما تعرفوش انتوا عملتوا ايه في، مش عايز اتكلم عشان بس ده عيد، لكن الدنيا واللي هم، طب تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين ان احنا لاخر لحظه ما يحصلش صدام. لو قلنا فيه عزل رئيس، ولا قلنا فيه مش عارف جماعة إرهابية ولا أي حاجة، حتى البيان اتكتب، بس يمكن كتير مننا ما ياخدش باله. أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكم لأن كتير من الناس ما كانوش مصدقين إن أنا مستعد لأجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة إن ما تتشوهش القيمة الكبيرة اللي عملها المصريين في 2013. حاولنا كتير قوي إن إحنا نحل المسألة من غير مواجهة أو صدام، لكن للأسف الادعاء والتشويه والشائعات حتى دلوقتي محدش عايز يفكر يقول يا ترى اللي اتقال ده كان حقيقه ولا حتى نص حقيقه. ابدا، الكل يعني ربنا يكفينا اهل الشر. وبقول للمصريين كل سنه وانتم طيبين، وخلي بالكم من بلدكم
خلي بالكم من بلدكم. والكلام ده ما كانش ممكن حد يقبل في موضعي في مكاني انه يتعامل وهو موجود. بس انا قلت عشان كل كلمة وكل موقف ما يبقاش في كذبة واحدة، ما يبقاش في كذبة واحدة. إن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاهمين كلامي؟ المسلسل ده انا طبعا في يعني مشاهد لأجهزة الامن واللي عملته ده حجمه قليل من جهد عمل في اصعب وقت، وما زلنا لغايه دلوقتي. لكن انا بتكلم عن وقائع خاصه بالدوله. انا عايز اقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات. مره اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة التالتة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا. أنا بقسم بالله، عشان في ناس كتير يقول لك إيه ما تطلعوا لنا الحاجات دي، أنا أقسمت بالله عشان أنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم وادعاء وتشويه وزيف. صحيح بيعملوا كده، رغم إن أنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم مرة، كنت أقول أهل الشر أهل الشر، عشان أدي فرصة لأهل الشر إنه يتراجعوا عن الشر. يا رب يهدينا كلنا. أنا بشكركم ولسه الدور ما خلص. دوركم كدراما كمسلسلات في بناء وعي حقيقي للبلد دي على كتفكم وعلى عقولكم، على كتفكم وعلى عقولكم. وأنا أتصور إن المسلسلات ديت كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين. كل الناس لم يختلف 2، فاسمحوا لي إن أنا باسمي وباسم كل الناس أشكركم. شكرا جزيلا وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا.